بعيد أقصى العرب في الأردن. أسعد الله مساءكم بكل خير، نقدم لكم النشرة الجوية هذه نبدأها بتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال فترة السحور، حيث تتفرق بعض الغيوم العالية 27 درجة مئوية، الملموسة 26، أما الرطوبة 37%، والرياح تكون معتدلة السرعة. أما بالنسبة لتوقعات الجوية لباقي مناطق المملكة، المزيد من الارتفاعات على درجات الحرارة، نبدأها شمالا إربد 37 إلى 25، المفرق 36 إلى 24، جرش 35 إلى 27، وعجلون 34 إلى 25. المنطقة الوسطى البرقاء 27 إلى 30، عمان 35 إلى 25، الزرقاء 36 إلى 25، مادبا 37 إلى 26، والبحر الميت 43 إلى 31. المنطقة الجنوبية تبقى تتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي، تتكاثر الغيوم متوسطة الارتفاع وتعطل ضخات رعدية من الأمطار في كل من طفيلة والشوبك ومعان، تسجل الطفيلة 34 إلى 25، الشوبك 31 إلى 23، معان 32 إلى 22، والعقبة طقس غائم جزئي 39 إلى 28، والكرك تفرق لبعض الغيوم 32 إلى 26. المنطقة الشرقية أيضا أجواء حارة، رويشة 36 إلى 21، أما الصفاوي 37 إلى 22، والأزرق 38 إلى 25. إلى اللقاء.